كيف تقولون أن عائشة كاذبة وعائشة ليست بصحابية أو ليست برضي الله عنها كما تقولون؟ كيف يرضى الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنبياء والمرسلين وخير ما خلق الله أفضل من الملائكة حتى؟ كيف يرضى لرسوله زوجة غير كاملة ويترك غيرها من الأزواج الكاملات؟ هل عاقل يقول هذا؟ نسأل الله أن تكونون من حطب النار. نعم شكرا علي سماحة الشيخ الأخ مرتضى. على السريع على السريع، طيب كيف رضي الله عز وجل لامرأتين كاذبتين على زوجيهما من أنبياء الله العظام وهما نوح ولوط؟ أنتم ترون أنهما كانتا كافرتان كاذبتان خائنتان فاسدتان، وهذا عليه إجماع المسلمين، فهذا ليس دليلا يا أخي. يعني أن تقول أنه عائشة ليست بكاذبة، لأنه كيف يرتضي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله امرأة كاذبة؟ هذا حصل في سيرة أنبياء الله العظام صلوات الله عليهم أجمعين، فلماذا لا يحصل لنبي الله صلى الله عليه وآله؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، رسول الله ما جرى له جرى للأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين. ابتلي الأنبياء السابقون بزوجات خائنات كاذبات منافقات وكافرات، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم إن عائشة ذاتها تعترف بأنها كذبت على رسول الله، هي في حديث المغافير في صحاحكم تقول أنا كذبت على رسول الله، تقول فتواطأت أنا وحفصة على أنه أيتنا دخل عليها رسول الله أن تقول له إني أشم منك رائحة مغافير، ونحن نعلم أنه كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. هي مستعدة لأن تكذب على النبي. جاءت إلى أسماء بنت النعمان امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاءت إليها عائشة توسوس لها، قالت لها إذا دخلت على رسول الله فقولي له أعوذ بالله منك، فإن رسول الله يحب من المرأة أن تقول أعوذ بالله منك. هذا أليس كذبا على رسول الله؟ تنقل شيئا عن رسول الله أنه يحب كذا وهو لا يحب كذا. بالعكس، دخلت المرأة على رسول الله قالت أعوذ بالله منك، فغطى وجهه وقال استعذت بمعاذ فطلقها، فكانت تقول أنا الشقية وأنا الشقية. خدعتها عائشة بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم هذا الحديث الذي بين أيدينا مليء بلا كاذب على رسول الله، وإلا تقول رسول الله ما كان عادلا. هذا حديث في مسلم. هل تستحل أن تعتقد أن رسول الله كان ظالما نعوذ بالله لا يعدل بين أزواجه؟ هذا هو حديث عائشة. فإذا قلت لا كان عادلا لزمت أن تكذب عائشة، لأنه لا خيار ثالث إلا أن تقول أن المصدر باطل. وإذا المصدر باطل لماذا تقولون صحيح مسلم؟ ليش تقولون كل ما فيه صحيح؟ لماذا تقولون صحيح البخاري كل ما فيه صحيح؟ لماذا؟ حرروا عقولكم. نعم.